قاعد في البرلمان القائد أيمن سعيد بلا قائد في فوضية كشاف درنا هنا اليوم في كلية الطب من ضمن الاتفاقية الموقعة بين جامعة درنا ومفوضية درنا لكشاف المرشدات. نساهم اليوم هنا في كلية الطب بأول حملة تشجير لزهر لشجر زهر الليمون والياسمين داخل الحرم الجامعي لتزيين هذه الجامعة بالأزهار والورود. أنا الكشاف قاسم ناصر خرزولي من الفرقة الثانية متقدم مفوضية درنا. قمنا بحملة تشجير بكلية الطب مع التعاون بجامعة درنا، وهذا نشاطنا في أول كلية كلية الطب، وإن شاء الله ما زال في كلية أخرى. معنا كشاف عز الدين واسم الشياري، الفرقة الثالثة متقدم. قمنا بحمل تشجير كلية الطب لليوم السبت، وتشجير النباتات الليمون والياسمين، ومزيان هذا أول نشاط على مستوى الحلقة متقدم. لا في إن شاء الله في أنشطة أخرى قادمة على مستوى المدينة، بس أنا مش الجامعة فقط.